تخيلوا أن تقضوا اليوم كله وأنتم تضخون الهواء بأيديكم داخل هذه العبوات لإنعاش مريض، وإن توقفتم ولو للحظة فأنتم تعرضون حياة المريض لخطر انقطاع الأكسجين عنه والموت. هذا بالضبط ما تعيشه الكوادر الطبية في غزة بعد نفاد الوقود في عشرات المستشفيات وانقطاع الكهرباء عن أجهزة التنفس الاصطناعية واضطرار الأطباء للجوء إلى التنفس اليدوي للحفاظ على حياة المرضى. فهنا مثلاً هذا الطبيب يجري عملية جراحية لطفل في المستشفى دون كهرباء تشغل أجهزة التنفس الاصطناعي، مضطره لإجراء تنفس يدوي للطفل طوال فترة العملية حتى لا يفقد حياته. إصابة مباشرة في الدماغ ونزيف، وفيش عندنا عمليات حالياً، لا في عمليات ولا أكسجين ولا كهرباء، قاعدين نشتغل يدوي، تنفس يدوي. إصابة واضحة بده عمليات طارئة عاجلة لإنقاذ حياة، طبعا اقل من سنه عمر، يعني نشتغل شغل يدوي حاليا. الفرق الطبية تحاول بكافة الطرق نجدة المرضى بعد انهيار النظام الصحي في القطاع، حتى أن بعضهم قتلوا في القصف الإسرائيلي لاختيارهم البقاء في شمال غزة لإسعاف المرضى ومن بقي من مصابين.